من النادي الاهلي في الفتره الاخيره وثبت اقدامه. كابتن باسم الفراشه، الفراشه باسم علي. باسم حمدي فتحي. لكن انا حمدي فتحي. كابتن باسم علي نجم النادي الاهلي وواحد من اللعيبه المخلصه في النادي الاهلي، باسم فرحه الدوري كانت لازم تكمل بالفوز على الزمالك. طبعا الحمد لله النهارده اكدنا الفرحه وفرحنا الناس بفضل الله، واللعيبه كانت رجاله وبدايه موسم جديد خير علينا ان شاء الله. من الحب ما بينك وما بين حمدي فتحي، وحمدي فتحي بيثبت اقدامه في خط وسط على طول مفواني باللبان. عايز انت تقول له ايه بقى؟ انا ببقى كان هايل النهارده ما شاء الله، هو واللعيبه كلها الحمد لله، اللعيبه الرجاله بصراحه اللي من ساعه ما جه وبيشتغل بيلعب ما بيلعبش بيشتغل من غير في صمت. بقول له الف مبروك عليه اول بطوله وان شاء الله مزيد من البطولات باذن الله. بدات تثبت اقدامك في خط وسط النادي الاهلي، واحد من العناصر اللي بينادي بيها